ربنا راضي عني ولا لا. ووفق للطاعات، فجر مش ضايع مني، قرآني موجود الحمد لله رب العالمين في اليوم، وردي ثابت، الذكر موجود على لساني دايما دايما، أقول يا رب إن أنا في اختبار، واختبارك لي يا رب ده يبان برضاي، وبإن أنا أنجح في الاختبار ده. ده مهم جدا إنك تنجحي في اختبار ربنا ليك. تأخر خلفة، تأخر كذا، يدعوننا رغبا ورهبا ويسارعون في الخيرات. يبقى الدعاء ما بصي لسانك ده ما يقفش من الدعاء. يا وهاب هب لي يا رب من لدنك ذرية طيبة، يا وهاب هب لي يا رب من لدنك ذرية طيبة. طيب إنك سميع الدعاء، أدعي تاني، ويبقى حالي حال ذكر واختال ذكر. أفضل حاجة ليك الاستغفار والصلاة على الرسول عليه السلام. الاستغفار يجعل لك من كل ضيق وكل هم فرجا وكل ضيق مخرجا، والصلاة على الرسول عليه السلام يكفى همك. عندي هم، عندي هموم، ويغفر ذنبك، هو ده. لكن رضا ربنا أقيسه بإيه؟ قلبي فين؟ حسب الأنس. مقصرة في الطاعات، الله سبحانه وتعالى راضي عني، والفضل الله بفضل الله يا رب بفضل الله، قلبي مطمئن بيك يا رب، بيقيني فيك وفي موعودك، وأنا مصدقة موعودك ليا يا رب. ده الرضا. أعلى حاجة في الدنيا إن احنا نعيش في أنس مع ربنا وقرب من ربنا، هو ده. ده أعلى. بص دي اللذة، إنك تجديها كده في جوفك وفي حلقك وفي جواك، لذة الإيمان بالقرب. صلاتي على وقتها، الفجر مش ضايع، القيام موجود، القرآن كل يوم فضل الله تعالى، مخلصة أورادي، ذكري، ما بكذبش، ما بخدعش حد، ما بخبص لحد، مش قاعدة عمالة للناس وقاعدة لهم مشاكل، لا لا لا، أنا زي المؤمن هين لين سهل كده، طيف معدي بالخير لكل حد. حلو قوي، جميل قوي، نعيش كفافا كده ونطلع لعند ربنا سبحانه سلاما سلاما. لا نبتغي الجاهلين، يعني رجينا من الدنيا يا رب.